وزير الداخلية نهاد المشنوق يدعو البيرتي إلى المحافظة على حق مدينتهم في تقرير مصيرها. أدى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صلاة الجمعة في مسجد الفاروق في الزيدانية، حيث أما المصلين الشيخ أحمد البابا الذي انتقد في خطبته قانون الانتخاب، لكنه دعا في المقابل المصلين وأنسباءهم إلى الاقتراع لحماية بيروت وقرارها. وفي خلال لقاء شعبي في الطريق الجديد دعا المشنوق أهالي بيروت إلى المحافظة على حق مدينتهم في تقرير مصيرها، قائلا لهم: لا تسلموا العاصمة إلى من دمر سوريا والعراق. ما لازم ولا واحد منكم يتأخر لحظة بيوم الانتخاب، مش كرمال نهاد المشنوق ولا كرمال سعد الحريري، حتى كرمال بيروت وكرمال أهلها وكرمال قبل كل شيء هويتها. هيدي بيروت كانت من 100 سنة وراح تضل عربية عربية عربية. إذا بدنا نلعب بالأصوات، أنا عم بقولكم حتفقد بيروت هويتها ويفقدوا أهلها قرارها، وتتغير هاي المدينة للي انتو ما بتريدوه. هيدا صراع بين المشروع العربي وبين المشروع الإيراني. ولفت المشنوق إلى أن التركيز حاليا ينصب على بيروت لأنها مركز قرار لبنان، وقال إن أهم ما في تجربتنا مع رئيس الجمهورية هو التفاهم على الخيار الاستراتيجي، وتحديدا موضوع السلاح غير الشرعي، لافتا إلى أن الرئيس عون أعلن تأييده للاستراتيجية الدفاعية، وهذا قرار يحمي البلد من الأخطار، وقد تبنى الاستراتيجية مؤتمر روما ومجلس الأمن الدولي ومؤتمر سيدر.